السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. هنكون مع بعض ان شاء الله من دلوقتي لمده ساعه على الهواء. ان شاء الله هنعمل وصفات هتحبوها ان شاء الله. هي كيك فبمناسبه عيد الام، كل سنه وكل ام طيبه وبخير يا رب. اول وصفه هنعملها، وقبل ما نعملها عايزه اقول لكم ان احنا مع بعض على السوشيال ميديا على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا. اكتبوا لنا تحت البوست اللي نزل دلوقتي على الصفحه تعليقاتكم وكومنتاتكم، بقالنا كتير ما تواصلناش مع بعض فحسنا تعليقاتكم. في كل وقت فاضي ان شاء الله في البرنامج هنقرا شويه من الكومنتات بتاعتكم. اول وصفه هنعملها هي كيكه بنكهه الورد. الوصفه دي عشان نعملها طعمها لذيذ جدا وشكلها هنزينها بطريقه بسيطه قوي بس حلوه. علشان نعملها عايزين كوبايتين دقيق، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، أربعة بيض، فانيلا، ثلاث ارباع كوبايه زيت، كوبايه لبن، واحد ونص كوبايه سكر، معلقتين كبار موارد. ده للكيكه. الحشوه بقى واللي هنغطي بيه الكيكه، عايزين 200 جرام جبنه كريمي، 100 جرام زبده تكون طريه، وواحد ونص كوباية كريمة، واتنين مغلف كريمة بودرة، واتنين معلقة كبيرة ماء ورد. وعايزين لون بينك علشان يعني حلو كده نحن نخلي الكيكة باللون البينك. طيب اول حاجة هنعملها، خلونا نعمل الكيكة الاول. اول حاجة هنعملها نحط السكر ونحط البيض. لما بيكون في زيت في الكيكة مش زبدة بحب أخلط الزبدة البيض مع السكر الأول، بس لو زبدة بنخلط الزبدة مع السكر. هنحط الفانيلا ونخفقهم مع بعض. دلوقتي خلينا ناخد البيكنج باودر اللي عندنا ونحطه على الدقيق ونخلطهم مع بعض كويس. ودول بس تبتدي يفتح لونها كده هبتدي احط لها الزيت، بس بخليها يفتح لونها شويه. بصوا دلوقتي افتح لونها ازاي وبقى قوامها كريمي، شايفين ما بقتش صفرة صفرة زي الاول، افتحت وكل ما بنخفقها بتفتحها اكتر. هنبتدي دلوقتي نضيف الزيت اللي عندنا. شوفوا بقى القوام شكله عامل ازاي واللون اهو، شايفين شوفوا تمام، القوام بقى زي كريمي كده واللون افتح. هنحط دلوقتي الدقيق اللي عندنا بالتدريج كده، يعني ممكن نحطه على مرتين، وبعدين نضيف اللبن. ممكن نحط اللي بالتناوب دي ودي، يعني ادي كده نص الدقيق، والبيكنج باودر اللي عندنا حطيناه. بتقدروا تضيفوا لل كيكه لون بينك لو عاوزين تبقى لونها هي نفسها بينك، بس انا بحبها يبقى فيها نكهه الورد اللي هنحطه دلوقتي اهو الموارد، وفي نفس الوقت الكريمه بعملها بينك فبيبقى باين كده اللون البينك في وسط الفاتح بتاع الكيكه. بس في الاخر لو حطيته كمان لون بينك على الخليط مش غلط. نحط كمان بقيه الدقيق اللي عندنا وكده نبقى احنا خلصنا الكيكة، فاضل بس نحط اللبن. ومعانا نادية، اهلا يا نادية. كده الكيكة بتاعتنا جهزت. تمام كده خلصنا اهي الكيكة بتاعتنا. معانا تاني نادية، اهلا يا نادية. صباح الفل حبيبة قلبي. انا بقى عايزة اقولك على حاجة، انا ما كنتش فاكراكي قمر كده، ده انا شفت صورتك امبارح.
انا بعت لك السلام مع زيرو وقلت لها وريها صورتي، ايه رايك؟ وريتني صورتك وانتي قمره جميله. الله يخليك حبيبتي، بجيب جنبك حاجه والله يا حبيبتي، ربنا يخليك. احنا كبرنا بقى وعجزنا، لا بس ازاي، بس ربنا راضي عننا الحمد طبعا لله. طبعا ربنا يديك الصحه، ده انت جميله. عامله ايه؟ انا سعيده جدا ان انت شفتيني والله يا دودة. طبعا طبعا، وان شاء الله عقبال ما اشوفك شخصي كمان. دي حبيبتي وصديقتي كتير يعني، بحبها دي هي جميله، ودايما اتكلم معاها عشانك والله. هي جميله، لما لقيتها بقى في المنصوره قلت لها، بعت لها رساله قلت لها سلميلي على دودو ووريها صورتي. هي جميلة، بذكرها على الهوا والله. انتوا ناس جميلة جدا، وان شاء الله لازم نجتمع مرة. يا حبيبة قلبي، وكل سنة وانتي طيبة، وانتي طيبة، وخليكي لأولادك الجمال، وسلميلي على ابنك وقولي له ان انا عملت الاكلة اللي عملها على الهوا. علي عبد الله. ربنا يخليك. عجبتك؟ العسل والله. عجبتك؟ اهم حاجة عجبتك؟ قولي له الحاجة نادية عملت الأكلة بتاعتك وطلعت جميلة. ألف هنا وشفا يا حبيبتي، ألف هنا وشفا، شكرا ليكي. طيب الله على الفرن، وهو مش سخن قوي بس كده، فنقدر نحط فيه الزبدة، فهحط فيه الزبدة شوية علشان بس تفكفك كده، تبقى بحرارة الغرفة عشان شوية الاستوديو ساقع. هنعمل دلوقتي الكريمة، واللي هي عبارة عن جبنة كريمي وزبدة وكريمة حلويات وكريمة بودرة، هنعملها مع بعض، وهنحط لها لون بينك علشان خاطر تدي إيحاء كده بالورد بقى. فهنعملها مع بعض إن شاء الله، بس الزبدة شوية تطرى. ناخد دلوقتي الزبدة عندنا اهي، يعني شوية طريت، هنبتدي نخفقها هنا. وطبعا في طريقة يمكن مش كتير عارفينها، اللي هي بنقدر شوية ندوب بيها الزبدة لو الزبدة جامدة قوي وجمدت مننا في العجانة، وهي ان احنا نجيب تورش او سشوار، ونبتدي نسخن الوعاء من بره. فممكن نجيب تورش لو فيه علشان خاطر ندوبها لو في حالة انها جامدة قوي. تمام، احنا عندنا يمكن هي يعني كويسة. شوفوا، نحط بقى دلوقتي الجبنة الكريمي، وبرضو الجبنة الكريمي لازم تكون بحرارة الغرفة، لازم نكون مطلعينها من الاول من التلاجة علشان خاطر تبقى سهلة في الشغل. في حتة هنا بس عايزة اضربها. تمام كده احنا تمام. نحط بقى الجبنة الكريمي. الكريمة دي لذيذة جدا جدا جدا، طعم الكريمة فيها بيبقى حلو من الجبنة، يعني الجبنة اللي بتتحط فيها بتخلي طعمها لطيف جدا. برضو هنخفق الزبدة مع الكريمة دلوقتي، الزبدة مع الجبنة شوية، وبعدين نبتدي نحط الكريمة الحلويات اللي عندنا شوية شوية ونخفقهم مع بعض. طبعا لازم تكون كريمة حلويات علشان تتخفق معانا، لان زي ما قلنا كريمة الطبخ ما بتتخفقش. نحط بقى الباقي، ونحط الكريمة البودرة اللي هاخد منها اللي هتديني الحلاوة، وفي نفس الوقت هتديني قوام، يعني هتساعد في ان القوام يتماسك بتاع الكريمة بتاعتنا. عندنا بقى لون، بنقدر نحط لون بينك، او بنحط نقطة كده من لون، لو ما عندناش بينك حطوا نقطة احمر، لو ما فيش احمر حطوا نقطة من البيربل، يعني حسب الالوان اللي موجودة عندكم. طيب احنا كده هناخد بس دي هحط لها نقطة بينك، نقطة يا بينك يا موف زي ما قلنا، ونطلع فاصل بس نحط اللون مع بعض.
ونطلع على الفاصل. ممتاز اهي اهو اللون اللي عندنا. هنطلع بقى دلوقتي فاصل ونرجع بعد فاصل نكمل معاكم بقية وصفتنا، فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا حطينا الكيكة الصراحة دول معمولين عيارين، فاحنا حطيناهم في صينيتين وسط وبتتخبز على درجة حرارة 180 وبتقعد تقريبا يعني 45 دقيقة كده لغاية ما تستوي، وبرضو حسب حرارة الفرن لازم انتوا تتأكدوا من الحرارة بتاعتها. بس هساوي شوية الاطراف علشان تبقى مستوية. طبعا برضو انا بفضل انكم تحشوها على يعني كمان تقطعوها كمان مرة وتحشوها، بس طبعا احنا عشان وقت البرنامج مش هنعمل كده. ناخد الكيكة بقى دي ونحطها في طبق او بولة، وطبعا ده ممكن تشيلوه في الفريزر لغاية ما يبقى عندكم كمية وتعملوا بيها كيك بوبس مثلا، تبقى لطيفة جدا. وناخد دي كمان ونقطعها بس تتساوي كده علشان نقدر ان احنا نحشيها تبقاش معوجة مننا. هي مش يعني مش لازم تكون مستوية قوي لان الوردات بتخبي شوية الكلام ده، بس يعني نوعا ما بنحاول ان احنا نخليها نفس المستوى. طيب هناخد دلوقتي الكيك اللي عندنا وهنبتدي نحشيهم بالكريمة اللي احنا عملناها. خلينا ننظف كده. فانا بقول لكم يعني انتوا لو هتعملوها اقسموا كمان قسمة من هنا كده وبعدين احشوها، بتطلع حلوة جدا. نحط دي بقى كده هنا ونبتدي هنحشيها، بس احنا مرة واحدة زي ما اتفقنا. فهناخد سباتولا وناخد كيس الحلواني. كيس الحلواني فينه؟ اهم. ونحط التب بتاعتنا ونحشيها ونغلفها من بره. وانا عندي هنا شويه زينه لذيذه، عندي كده الوان من البينك على لون بيربل خفيف كده عشان يليق، وعندي ذهبي وذهبي، عندي سبراي ذهبي. يعني بتقدروا تحطوا حسب المتوفر عندكم، بتقدروا تحطوا وحسب الذوق طبعا. خلينا ناخد السباتولا ونحطها على طول. شايفين اللون جميل ازاي؟ لونها حلو قوي، بس الاول عايزين نحط التب. صحيح، ناخد التب اللي دي ولا دي؟ ناخد دي. نقصها مقص مقص. شوف كده صغننا، نكبرها شوية. ممتازة. نحط بقى الكريمة بتاعتنا. وممكن نستعمل يعني التبات اللي ممكن تعمل لنا اشكال الورده اللي هنعملها دي كتير قوي، بس المهم يكون كبير شويه علشان خاطر ما يتعبناش واحنا عمالين نزين، فبتخلص الوردات اسرع وبيطلع شكلها جميل جدا.
ناخد الكريمة بتاعتنا. خلي دول بقى نغطي بيه. انا هنا عملت عيارين على فكرة، مش عيار، دول عيارين. خليها بقى كده. ودلوقتي نشوف هنعمل ايه. هناخد دلوقتي الكيكة اللي عندنا، هنحط شوية نحشي بيها الكيكة زي ما اتفقنا. نحطها جنبنا. تبص الناحية دي أسهل. ونحشيها، وكمان بعد ما نحشيها هنغلفها من بره. معانا نجاة. اهلا يا نجاة. ايوه مدام غادة. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. والنبي يا مدام غادة، انا طالبه منك طلب. انا عندي 71 سنه. كام؟ 71 سنه. طالبه منك طلب. اتفضلي. عايزه بس محتاجه 10,000 جنيه للسجن يا بنتي. مش سامعه الصراحه. الله ينجيك. مش سامعه خالص. بتقول ايه؟ طيب حضرتك سيبي نمرتك في الكنترول، وان شاء الله اي حد بيسمع حضرتك طبعا بيتواصل معاكي، وان شاء الله خير يا رب. طيب هناخد يا جماعة الكيكة التانية وهنحطها فوق بالشكل ده، وكل ده بقى هنغطيه بالكريمة. هنغطي كل ده بالكريمة اللي عندنا، وبعدين هنحط لها الورد، او يعني هنشكل عليها بالكيس الحلواني كده اشكال ورد. بس انا حاطة ده علشان خاطر لما اجي احط الورد يلزق عليها، ما يقعش مني ويغلبني. يلا نغطيها بقى كلها. ومش لازم تتغطى بطريقة تكون يعني مظبوطة قوي، لان كله هيتغطى بعد كده بالورد. يعني دي بس مجرد طبقة بطانة كده، بس كده يعني، مش بإتقان ابدا يعني، مش ما نغلبش نفسنا فيها قوي. معانا مي. اهلا يا مي. ازيك يا اهلا وسهلا يا حبيبتي. ازيك؟ كويسه الحمد لله. انت عاملاك وصحتك طيبه. وانتي طيبه يا حبيبتي، وكل حبايبك طيبين. اخبارك ايه؟ كويسه. بحبك قوي يا سيف. بتحبي ايه؟ بحبك. يا ربنا يخليكي، وانا بحبك ومبسوطه اني سمعت صوتك وبتفرج على كل حلقاتك كل يوم. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلميلي. شكرا ليكي. لو سمحتي تسمعي ده طريقه اللمسه. طريقه ايه؟ اللمسون. طريقة ايه سمعته؟ حاضر، من عينيا حالا ننزلك طريقة اللانشون. حاضر يا حبيبتي. طيب احنا هنعمل بقى بس بقية الكيكة بالشكل ده، وبعدين هوريكم ازاي هنعمل الوردات مع بعضينا. طبعا هي طريقة سهلة قوي قوي، وفي نفس الوقت بحاجات متوفرة. طبعا البايبنج باك دي موجودة في كل حتة، الكيس الحلواني موجود، والتبات دول موجودين برضو، ما همش صعب خالص ان احنا نجيبهم. فيعني طريقة سهلة، وبالذات بكرة بعد بكرة عيد الأم، فبنقدر نعمل كيكة زي كده. معانا أم أحمد. أهلا يا أم أحمد. أنا شغال. يا أهلا وسهلا. إزيك؟ وحشتنا كتير يا حبيبة قلبي. وإنتي كمان أخبارك إيه؟ كل سنة وإنت طيبة. وإنتي طيبة وجميلة، تسلميلي. إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ كله تمام؟ كل سنة وإنت طيبة عشان عيد الأم، وتسلم إيدك على الحاجة الحلوة اللي إنت بتعمليها. وإنتي طيبة يا حبيبتي، تسلميلي. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. أنا بس بتصل عليك عشان بسلم عليك يا حبيبتي. ربنا يخليكي، وأنا بستنى دايما تليفونك. ربنا يخليكي. طيب دلوقتي هنعمل، نعم
طب ثواني معلش دقيقة بس نوريهم بس وردتين كده وبعدين نوريهم ازاي هنعملها وبعدين نطلع فاصل وانا بكمل في الفاصل. طيب هنعمل ازاي يا جماعة؟ هنعمل بالتيب دي وياريت نشوفها برضو لو سمحت. نوريهم بس التيب شكلها ايه. اهي تيب عادية خالص زي ما انتوا شايفين. هنعمل بيها دواير. شوفوا ازاي. شوفوا نشوف مع بعض كده ودايرة. شوفوا ازاي سهلة خالص. باجي هنا بعمل كمان واحدة كده اهو. بس انا هكمل بقى الكيكة كلها بالشكل ده. كلها هعملها بالدواير دي ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل اكون عملت منها كمية كبيرة ونكمل مع بعض بقية وصفتنا. فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وادينا بنحط الوردات بتوعنا على الكيكة زي ما انتوا شايفين. ثواني بس كده ونخلصها ونعمل الوصفة التانية. وردات بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين وطريقة سهلة وبتطلع الكيكة شكلها حلو جدا. على القد بالظبط. طيب دلوقتي انا عندي حاجة كده عايزة اجربها معاكو. خلاص هنعملها كده. ممكن بقى نحط فوق زي ما اتفقنا الحاجات الذهبي اللي عندنا. نحط من الحاجات دي. اي حاجة عندكم انتوا حابين تحطوها بتقدروا تحطوها كده. شوية من الذهبي ونحط شوية من البينك. ونحط شوية من بينك لدرجة تانية برضو. تمام كده. مين معانا؟ معانا بسمة. اهلا يا بسمة. الو. اهلا وسهلا. حضرتك وحشاني جدا قوي يا شيف غادة. يا اهلا وسهلا يا حبيبتي. ازيك؟ الحمد لله يا حبيبتي. وحشاني والله. وانتي كمان يا جميلة. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. بقالي بالظبط 3 ايام مش عارفة اوصل لحضرتك يا حبيبتي. انا كنت على العموم ما جيتش ولا امبارح ولا اول. فيعني انتي اتواصلتي في اليوم الصح. معلش حبيبتي. اخبارك ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا شيف غادة. عندك اي سؤال؟ عندك اي سؤال؟ بسلم على حضرتك بس يا شيف. تسلمي لي يا حبيبتي. شكرا ليكي. ربنا يخليكي. طيب شوفوا يا جماعه بنقدر كمان نبخها كده بشويه ذهبي يديها لمعه. شايفين؟ يعني زي ما تحبوا. ودلوقتي هنكملها كمان بطريقة كده حاجة بسيطة نعملها بالكرافت بس لما يجي وقت الحلقة اللي بعد دي السيجمنت اللي بعد دي. طيب دلوقتي هنعمل كيكة رخامية. كيكة رخامية هي من الكيكات الصغيرة مش كبيرة وبيطلع طعمها برضو لطيف جدا وشكلها لطيف. عشان نعملها عايزين كوبايتين ونص دقيق، عايزين 150 جرام زبدة، عايزين كوباية لبن وتلات معالق صغيرة بيكنج باودر، تلاتة بيض فانيلا وكوباية ونص سكر وتلات معالق كبيرة كاكاو. ممكن تسيبوها سادة وممكن تحشوها. ممكن تسيبوها سادة وممكن تحشوها. في حالة انكم حشيتوها يبقى عايزين وعملتوا لها تغطية، يعني عايزين 400 جرام شوكولاتة مبشورة، 200 جرام كريمة،
معلقة كبيرة بشر برتقال، تلت كوباية بندق مجروش، شوكولاتة مبشورة خشنة. طيب الوصفة دي علشان نعملها عايزين نعمل أول حاجة الجناش. خلينا نعمل أول حاجة الصوص. عشان نعمل الصوص هنحط على النار، ممكن على النار مباشرة عشان عايزين طبعا نعجن الكيكة. قبل ما نعجنها خلينا نعمل الجناش عشان يبرد شوية. هنعمل ايه؟ هناخد الكريمة اللي عندنا بنحطها يا اما في الفرن يا اما في الميكرويف يا اما على النار زي ما تحبوا. اخدنا الكريمة اهي هنحطها هنا، والشوكولاتة احنا بشرناها علشان خاطر تبقى سهلة انها تدوب بسرعة. على ما تسخن الكريمة عندنا بنعمل الخليط بتاع الكيك. خليط الكيك اهو. اول حاجة هنعملها طبعا زي ما احنا متعودين هنحط الزبدة الاول، نخفقها كده حتة صغننة، وبعدين نحط السكر. نحط السكر بقى، وعندنا البيض والفانيلا. البيكنج باودر والبرتقال والكاكاو. طيب نحط بقى البيض دلوقتي زي ما احنا دايما متعودين، بيضة بيضة، وعنا على الكريمة. تمام، بيكنج باودر مع الدقيق. ننزلهم كده بالراحة على مرتين. كيكة بسيطة جدا وتطلع لطيفة قوي. ونحط معاهم بالتناوب اللبن. وبقية الدقيق. بقية الدقيق وكده تبقى الكيكة عندنا خلصت. خلصت هنعمل ايه دلوقتي؟ هوريكو هنعمل ايه. زي ما قلتلكو دي من الكيكات الصغيرة. شوفوا دلوقتي عندي الكريمة سخنت، هاخد الشوكولاتة اللي عندنا وهشيلها من على النار الكريمة، واحط الشوكولاتة واسيبها تهدى كده مع الشوكولاتة والكريمة لغاية ما الشوكولاتة اللي عندنا تدوب خالص، تدوب عشان يبقى عندنا جناش. هنسيبها بقى تهدى شوية. ده كده احنا خلصنا خليط الكيكة اللي عندنا. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هناخد الخليط ده وهقسمه اتنين، هخلي خليط ابيض وخليط هحط له شوية كاكاو. نجيب السباتولا والجلافز. نشيل بس البادل دي علشان نقدر
هناخد دلوقتي الشوكولاتة اللي عندنا، الكاكاو اللي عندنا، وهناخد نص الخليط ده وهنضيف عليه النص الخليط، هضيف عليه من الكاكاو اللي عندنا. يعني النص كده ممتاز، ونضيف الكاكاو ونقلبهم مع بعض كويس. لو حسيت انها جمدت زيادة، هي مش هتجمد يعني، بس لو حسيتوها جمدت زيادة بتقدروا تضيفوا لها يعني معلقة لبن، معلقة. شايفين هي ممتازة كده اهي. هناخد بقى دلوقتي الصينية بتاعتنا وهنبتدي نعمل شوية كده وشوية، يعني شوية أبيض، نص أبيض ونص بالشوكولاتة. هنا ونجيب معلقة. طيب شوفوا هنعمل ايه. هناخد أبيض، نحط كده بالأبيض هنا كده اهو، وبعدين بنروح على بالشوكولاتة وبنحط في النص فوقيها كده، شوفوا كده من اللي بالشوكولاتة كده، ونرجع تاني نحط أبيض فوقيها في النص برضو، شايفين في النص فوقها كده في النص بالظبط كده اهو، ونحط تاني في النص من الشوكولاتة، ونفضل كده شايفين لغاية ما الكمية كلها عندي بتخلص، لغاية ما الكمية كلها تخلص عندنا وبتبقى هي كده خلصت، بحطها في الفرن على درجة حرارة 180، وبتقعد تقريبا برضو حوالي 40، من 40 ل 45 دقيقة بس تطلع من الفرن. بيكون ده شكلها زي ما انتم شايفين اهي، شوفوا ازاي رخامية، يعني ابيض في اسود كده. دي كده احنا بس قطعنا الوش عشان كان نافش شوية. بيكون ده شكلها، ناخدها بقى ونحطها على الطبق ونستنى نعمل الكيكة بتاعتنا التانية. طيب هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ودلوقتي أنا شفت الجناش اللي احنا عملناه وتقريبا هو خلاص جاهز، ونقدر نقول ان هو نوعا ما برد اهو زي ما انتم شايفين اهو. طبعا كل ما بنسيبه شوية كل ما بيبرد زيادة. أنا هحط لنفس الكريمة اللي احنا عملناها دي، وهتطلع كمان قشر البرتقال، هحط لها شوية من البندق المجروش، نفس الصوص نفسها، فبتديني طعم لطيف جدا. وهي كده تقدروا بقى تحشوها، تقدروا تحطوها على الوش بس. نحط لها شوية كمان وبعدين ناخدها، طبعا دي كلها حبيبات البندق، ناخدها نحطها على الكيكة بتاعتنا. وممكن تحشوها كمان بيها، لو استنيتوا عليها شوية بتجمد فبتقدروا كمان تحشوها. تمام كده اهي كده اهو. شوف كيكه صغننه وبسيطه ولذيذه، ونحط عليها كمان شويه كده من البندق، شويه كده خفيف، بندق يكون محمص كده وحلو.
ودلوقتي هنعمل ايه؟ هنشوف الكيكه بتاعتنا الثانيه اللي احنا عملناها. انا بس جبت الجليتر الجليتر العادي خالص جليتر، وقطعت منه عليه كلمه، كتبت من ورا كلمه مام ام واو وام ثانيه. وهناخد العيدان الخشبيه دول وهحط لهم بس شويه من اي لزق عندنا خفيف كده، وبلزق فيهم الحروف بتاعتنا اللي احنا عملناها. طريقه سهله خالص، انا مش سامعه لو حد بيكلمني. حد بيكلمني؟ طيب يلا ناخد شويه تطبيقات ولا نقرا شويه احسن؟ ناخد تطبيقات ماشي. طيب هنحط دي كده وهحطهم على الكيكه ايا كانت بقى الكيكه بتاعتنا اللي احنا عاملينها. شايفين؟ بسيطة جدا، وحسب اللون الكيكة اللي انتوا عاملينه اعملوا الجليتر. عبير بيرو، طبعا عبير انا امبارح قابلتها وهي شخصية جميلة جدا جدا، وانبسطت قوي ان انا شفتها، وكل سنة وانتي طيبة يا عبير بيرو. فردوس السيداوي، شكرا ليك يا حبيبتي، والكفته شكلها جميل قوي، تسلموا ايديكي. سولي مونيكا، شكرا، هي من المنصوره. كل سنه ومامتك طيبه يا حبيبتي، وده البروفيترول وشكله جميل. علوش علاشي، كل سنه وانتم طيبين. هي علا العشي من الاردن، يا اهلا وسهلا بيكي، وده عملت لقمه الباشا التركيه، شكلها طبعا جميل جدا. محمد سعد السوداني، من العراق، يا اهلا وسهلا بيكم، وعم الكرواسون بطريقه البرنامج طبعا شكله بيشهي بالهنا والشفا. توزاني نجوى، انا والله كمان اشتقت لكم جدا جدا، كل سنه وانتي طيبه، وعامله الباستيله التحفه، طعمها رائع الباستيله، عاملاها بالسمك. من لبنان معانا اليسار عبد الحي، وعامله جاتوه، تسلم ايديكي. غفران اليوسفي، عامله من سوريا، عامله اللي هو البسكوت ده اللي بيبقى على شكل حبات البن، جميل جدا، تسلم ايدك. لولو دي انا، كل سنه وانت طيبه، هي الاء من مصر، تسلم ايدك يا حبيبتي. كاميليا، بتقول النهاردة عيد ميلاد الكتكوتة الصغيرة نرجس، كل سنة وهي طيبة، وربنا يخليها لك يا حبيبتي، تفرحي بيها كاميليا. خادمة الحسين، أنا وكمان والله مشتاقة هواية، وكل سنة وإنتي طيبة، والكيكة دي حلوة، تسلم إيدك. محمد سعد السوداني كمان مرة، شلون تشف، كل عام وإنتي وأمي بخير وفطاير الدجاج، جميلة. حنين الزبن، أسرع، مش عارفة إيه دي بالظبط، بس هي حاجة حلوة يعني، ألوان جميلة، تسلم إيديكو. نور من شاوي، من عمايل نور بنت أخوها، عملتها بيوم عيد ميلادها من سنتين، وبتحبك كتير، كل سنة وهي وإنتي طيبة يا حبيبتي، شكرا ليكي، وتسلم إيدين نور بنت أخوكي. دودي الشتاوي، منين، بتقول لمامتها كل سنة وهي طيبة، وربي يحفظ جميع أمهات المسلمين، والتورتة من تحت إيدين من تحت إيديها للغالية مامتها، ربنا يخليها لك يا حبيبتي. سعاد داوود، كل سنة وكل أمهات الوطن العربي بخير، وهي سعاد داوود من سوريا، وعملت التبولة والكبة، وطبعا طبعا دي من الأكلات اللي لا خلاف عليهم، وعامله برزنتيشن حلو قوي. سهى الزيني، من مصر قلب الدنيا، بصبح على قلبي انا غدغوده، ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، عامله قالب كيك لاحلى عيد ام هديه لمامتها، ربنا يخليها لك ويبارك لك فيها يا رب. ام نوران، انت اللي منوره الدنيا، شكرا، عامله تورته جميله بالفراوله. ورشا ربنا يخليكي، شكرا ليكي، عامله كب كيك عمايل ايديها على طريقه البرنامج، تسلم ايدك يا حبيبتي.
مسك العنبر من الأردن. يا أهلا وسهلا بيكي، وعاملة كيكة البرتقال، وهي دايما دايما بتبعت لنا تطبيقات وتطبيقاتها كلها حلوة. تسلم إيديكي يا حبيبتي. طيب دلوقتي دي كانت التطبيقات، بعض التطبيقات اللي جات لنا النهاردة. مش عارفة إذا في وقت نقرأ كم كومنت ولا خلاص. طيب ايه رأيك بدل ما نقرأ نشوف ال... طيب ماشي يا شريف، ماشي. انا بس عشان الكيكة الكريمة قصرت معايا، فهنحط شوية كده من الكريمة. بس ايه، فين راحوا التبس؟ التبس 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 التبس، فين التب يا حلوين؟ يعني تب. هناخد دلوقتي بس شوية من الكريمة كده ونحطها على الكيكة. طبعا انا بنبسط جدا 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 بالتطبيقات اللي بتبعتوها يا جماعة، بجد بتبعتوا تطبيقات يعني الزينة فيها والديكور يعني بجد بيفرحني. طيب ناخد بس التيب دي كده واحطها هنا، ونحط شوية من الكريمة عشان الحتت الفاضية دي كده نغطيها بشوية كريمة عشان يبقى شكلها أحلى. ممكن تعملوها بيضة بقى، ممكن تعملوها بينك زي ما انتوا حابين، بس المهم نغطي شوية الحتت الفاضيه. ودي الكيكه الثانيه البسيطه بتاعتنا كمان خلصت، اللي بالشوكولاته. نعمل بس كده زي فريم كده، بس داير ما يدور، بسيط كده وسريع. وزي ما انتم شايفين عملنا كلمه مام وحطيناها بالجليتر وسط الكيكه. وبما اننا عملنا يعني كده، ممكن دلوقتي نحط لها هي نفس الابيض ده، نحط له ذهبي بقى. بص يا عيني شوفوا كتير بقى احلى، شوفوا ازاي. نبخ لها شويه جليتر وكده نبقى وصلنا لاخر الحلقه بتاعتنا النهارده، واللي عملنا فيها كيكتين. وممكن كده زي ما وريناكم برضو ممكن بطريقه بسيطه جدا نقطع الجليتر ونزين بيه الكيكه بتاعتنا بدل ما ننزل ونشتري. اهي شوفوا ازاي حلو قوي السبراي ده، انا بحبه الصراحه. شوفوا ازاي فرق معانا. وكده نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا النهارده، واللي عملنا فيها كيكتين، كيكه الورد وبنكهه الورد، وعملنا كيكه الشوكولاته الرخاميه. الوصفات طبعا هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 8 بالليل والساعة 8 الصبح. بتمنى تكون الوصفات عجبتكم، وبشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وأفكار جديدة بكرة بإذن الله.